بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فرق وأكيد تبناد كمذا قضية الحكم على الناس كفرا وإسلاما، أما هل كل قيد تحذير الفقهاء من تفريض السفهاء في مسألة الأسماء والحكام إيش وحيل ودن بي فرق كي كور ري قاعدة الخطأ بين ودن بي وقاعدة مركزي أهيد قاعدة دي شريعة تمناد بأهيد ما في لهايا قاعدة مركة قاعدة الله لو اللي وتي لحي تمناد يينو ما انتاكو بالله بينا إن شاء الله تعالى انت ان الشيخ القاعدة هذا لو شيخ اسلام انتمي إليها وقضية خصاب سن بين كور مرينا وتصي مسألة الأسماء والأحكام وين كذي عظمة يكون هذا في الشريعة الإسلامية أم عند أهل العلم وحول الشيخ في مجموع الفتاوى مجلد صدحية تمناد صفحة كونتني سديت وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير ضدك علماء المسلمين هذا الكيكا الله نكسى مسألة الإيمان هي حقيقة الإيمان يوحمد للكي سنقاني وهذا العدو البطن لأنه قطب الدين الذي يدور عليه ودين تارار كذي أما شيد مراه كد الوريق يسوي وليس في القول أي في الاعتقاد وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام وحروف الشيخ مجرام بشيخ لياي اعتقاد هاني مقع هامبا مقع كوين الإيمان والكفر أولو حري ليبانت إيا أيان درد أمانت إيا للعينت يا عمبارينت ثوابك يا عقابت وحكوين مجر اللو حري اسم الإيمان والكفر صدرت بيكم مقع عابين علماء أصل كان سقا مسائل الأسماء والأحكام سداسو الشيخ يجي وحلقي يا بادي قول إلهي سبحانه وتعالى أقوم بضم بكسينين إن باب كان ربي وكوه نونيو سيدا حقا وحلقي يا بادو عقل بضم أو علم بضم إنات كلونتو باب كان أساقا شيخ الإسلام المتيمي في دار التعارض حيلي قد يكون الرجل من أذكياء الناس نكو حلقي يا بادي إنو كميديا ضدك آدي هذا مسكح بضم أما قرات كي قرشد له وأحدهم نظرا حق في رمضة يفكر كرقا ودريا إنو يهين وحلقي يا بادي ويعميه الله عن أظهر الأشياء إلى أن وكائن دتره وحس كم مغضوب بنان كبيال وحين سجار الجرم وينين باكاه صبحي أضوع عاقلة ومفكرة ومنظرة ودواوين أو مدرقي قد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه الله أو يعميه الله عن أظهر الأشياء وقد يكون من أبلد الناس ضدك متك أدى بإنسانات هالا قيابة وأضعافهم نظرا حق فكر يقرات كي ضيمضنا أوليته ويهديه الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه فلا حول ولا قوة إلا بالله وإله أكوها نوري حقي صوابك أذكياء قريش بحقي لقرم مريم مركز ضعفائهم إلهي سبحانه وتعالى حق أسيبي أكوها نوري فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل وهذا الشيخ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يدعو ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قد يدى مركوين آدي آد لغو برارو إله إلا بريو ومسألة عن عقل إيو علم الله تلا ساري ربي وين الله عسك ذي وبانتاي قاعدة شيء اللي حتبنات وحين نصوم بري قاعدة الخطأ يا وعد خطأ ونقونا يي قفك ونقونا يي يا أسباب تخطأ والله بقى هاي التفصيل كاس ومسألة مهمة وين نصوم بري مسألة راعدة والكل قلتيه هوري وحيطاي مخطئين تا ضدك الجفة المسلمين تا أهل قبلها مسائل الدين تكون جفة لا بمدون وي خطأ الله ضعف يوم الله هيسنن إيو خطأ الله هيس تلا بدهم بنقطة خطأنا لا بنقطة مغفور إيو غير مغفور معفو عنه إيو غير معفو عنه لا بأسو النقطة مركة مانعة واحد ديدة يهور استاجية مركة مسائل الدين تكون خلدنتو إن الله تكفيرنا أما الله تفسيقنن والله بشيء كليه الله بشرطي بولي المانع من التكفير والتفسيق والتأثيم عن المخطئين في المسائل الشرعية عند الإسلام يتلخص في شرطي هذا الله بضع شرطيات قفته وحاوي تفسيق يتأثيم يتكفير انت بينك وقبتال لغيابة
waxa kaliye ka hor istaay ka ka caabin kara in dambi lagu xukumo oo dambi la noqoto aad kaga badbaado in aad gaal noqoto aad kaga dambaado kaga badbaado in lagu takfi ay afa lagu tafsiiqaad kaga badbaado khata adi fi masail sharciya wa huwa yalla ba arimad mid ka shadiga kubad ay yakuna al mukhtu min ahli al ijtihad wal ilmi لأن الجاهل ليس أهلا للاجتهاد فلا يدخل في عموم غفران خطأ المجتهدين في الشرعيات منك الآن لنا وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ أما هو لورد في المجتهدين قفك في المسائل الشرعية الآن لنا وحشرت أنه يهين أقل ما أهل مسألة أنه كو اجتهاده يعني أنه باره كهله فيريه قوان كيسا قدام بيه ماشي تبردك تقوسو تشيديو ومد أولا وداغو وإنو يهي عالم بمعنى مسألة ما انتو باري او جاهلك كي يهي موية مسائل كالنية قانا وإنو يهي وصول الشريعة وإنو قراني وصائل اجتادي وشروط وإن لغيهلو وإنو أهل إياه إلا الشريعة النيو البكامة اللي كاريه معايا لي جاهلكو ما أها علوم هذا كميد ما أها بإجماع المسلمين عالمنا ما أها أهلنا أماها ومقال المؤمن ومسائل كدينة كها الله وقعن تقليه سيدا درتيد أدلة كتمت مجتهدين تا إن لورد في خطأ ذا في المسائل مسوى قليه جاهلكو لأنه ليس من المجتهدين حقنا أوما لها ليس لك ولا لأصحابك وكالوي شردقا سوى مهم شردقا مركا وإن لؤقاد وأنا محل اتفاق من أهل القبلة الإمام النووي مكو قضية دا كان ليحويري بركو حديث شرحي في الصحيح إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب حديث كما يقول شرح وحوري قال العلماء أجمع المسلمون على أن الحديث أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم هل قبله حيذكر راعين حديث كما إنه خصيه أو كهالله أيه إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب يلفظك لو أذكرنا إنسان لو أذكر الرواية لو أذكر صحابك لو ورني حديث كم حوخ سيا حاكم يا قاضي يا مجتهد أقون أولى الدين فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده قالوا هذا اللي يربو سيوة المركة وصوق قابسانية قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وعلماء المسلمين تكسوكونا أجمع المسلمون مركور كان إسكائل علي الله هو مجتهد ومتأول و وفلسفة إلي مادين زنادقة عصر جنن وأهل قبل شغل كلها شرط أمرك هو إن ننك أويها عالم أهل للإجتهاد وينويها وأنا مسألة الاتفاق شافعي بس هو قرن دور إجماعة وقرن دون أرنك أسقى ولم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم ما أهم مسألة أي أهل سنة قول إليه شرط قال لبات اتكبت بعد يسوى إن مسألة أي تهاي مجتهدا فيها شروط الاجتهاد وقرن إيسان صدح بها شروط أهاي شروط الاجتهاد نفس الاجتهاد حقيقة إنسان لقاه له أظن إن تاي عالم عدلي وأقول له مسألة ده هي أصول الشريعة قرن هي مسألة نبارن كرة هي مسألة قرديجة وإن تاي مجتهدا فيها شرط قاس هذا خصي أن تكون المسألة مجتهدا فيها لاشتباه الدليل سواء وجد الخلاف في المسألة أو لم يوجد في الخارج مسألة وإن هي مسألة نظرية ظنية الدليل الذي يدو أيسديه جليس أنا عدين دليل قطعي أنا الله هاي مسائل كمرك خلاف كصائغ وكفرين هاي أما مسائل كاجتهاد قال له يقان وين المسألة تاي المجتهد فيه ما شاء الله فينا إذا فالاجتهاد في القطعيات والضروريات نبقى لأنه دين تنفي فيري ومرك أن تبقى لي وحيصوا بعضي زكدوا إن السنة المسلمين تواجب كو هاي مجتهد بان هاي الرابط علماء المسلمين كتر سنة أمر رئيس كو دي بان هاي ما تقلي دي ما تقال لي سيني سان ما حد قال لي سيني سان وحول وحكي اجتهاد هيا قطعيات ولذلك ودادونا التأويل في الضروريات تكذيب التأويل في ضروريات الدين ومحي والتكذيب ما هو تأويل لم يجد هذا والتكذيب دين تتبين إيسا لكن وحد قيل كده أنا إيسا متأول بانا هي مجتهد بانا أول شيء مركو هنا لسكا إلى اليوم لقو خلط من
قضيتها مركا آد أوغادة مركا مسألوا وإن يتم مجتهدا فيها وحلقة وضاء وإن دليل كذوية يظني النظري يحتمل أكثر من وجه أنو سيمان وارك كراء أدوان سيمان وارك كرتا. أما مسألة محسومة بالنصوص القطعية والدلائل العقلية الضرورية اجتهاد ما قالوه مجتهد فيه عند أهل العلم وحوية المجتهد فيه عند أهل العلم وكل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي وإن أوقاتها مجتهد فيه مكل قولي هاي أما سلوين مجتهد فيه أي تاي وأما سلوال وشرعي أنك ترسل أن دليل قطعي كسو أروري دليل قطعي عن الله هينين. ولذلك قالوا علماء حيدان لا اجتهاد في موارد النص لا اجتهاد في موارد النص أرضاء قاركو حلقية وإن كفهمان مطلق النص النص القطعي بل وجهده لا اجتهاد في موارد النص وحلقة وضعه في النص النص القطعي لا مطلق النص تحقيقا محايا إلي نصوص تظنيها الدلالة ذا لغا النقاش سنانت ذا لغا النقاش مثال الله اسكو قوانية مركا اللي قولي لا اجتهاد في موارد النص أما مع النص وحوي النص القطعي النص القطعي نص القطعي يجتهد فيه في دلالته في ثبوته وحسوق ذقلي يا لغو اجتهادي مركا اللي بضاس إذا كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي فهو وحكم مجتهد فيه ومسألة اجتهاد اجتهاد كما كان نعودون هنا نقول حال وجد مركا أهل العلم وحيسكون راعين خطأ إن لو قيبي يا مخطئين تبا لو قيبود معذور إنك مخطئ معذور يغير معذور مسألة اجتهاد كفرين مدان كفرين لبدا صلى الله قيبنية أحكام تشرع قيدنا ساسا لو قيبي هذا مركا منك لبدا لقوا أيو باب كيسو وحقو كدل ورقة إما تفسيق يتبديع وإما تكفير لكن إثم يسو مرنبا ملاسو على حسب المسألة أيا تكفير تاضي وتفسيق تاضي كحر انتا يكولبا الإمام الشافعي مركي قد يضع كهذا المجتهد فيه وغير المجتهد فيه وحيري الاختلاف من وجهين اختلاف قدتك ودحية اختلاف كوي مسلمين تدحمة والله ما يبدون دين تكون سابسا أحدهما محرم واختلاف كلا يهودي النصارى وكعاي وما تفرق الذين وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم البين وقرآن وقرآن إذن هو خلاف مذمومة وإلى إيقو وكل لعي اللقاء عن باري ويوعيدكم وناركم ضنيا خلاف كلا يقول لعي بعد البين يمدوا وخلافك أنصار غاهين يقص بسنا ضروريات كالدين تدي قطعيات كده يفرح لك قليل أما خلافك لقوم عايون مكة ويكون أماني هذي نيد الصمت ولا أقول في ذلك في الآخر الشافعي خلاف محرمة يمد أنا ده إنه محرم مركز والله ويديو وحالي خلافك محرم قلت كل ما أقام به كل ما أقام الله بالحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه يعني مسائل كتاب القرآن كأو قضاء دقيفة فهي أما صندو أي قيحذي إن احتمال كأو سنكفرين لما أقول إلا سكو خلافة إلا سكو خلافة ما بنانو محيلا وخلاف كم مذموم كلا بعض بكالي وما كان من ذلك آياته يا حديثي يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المصوص شافع وارد تسوق القاضي يعني آياتها يا حديث اجتادك كفران يا هاي وحيتو صيان التأويل كأقبلا أما قياس مثلا لقوا أنكره هذي قائسين تدك قياس كسكو خلافا أما علماء كسكو خلافا نقول من معنى آيات حنباران كرتا أما آيات أعنى ما أكفصره أما حديث كولا آياته هبا إس خلافين لهم ما يبور خلاف وخلاف محرمة عريسي عريسي صار ما هي أنسارة ينك هوري خلافي القواطع والنصوص الصريحة حديث كبو شرح أوليستاغ أمك أو تعليقي شافعي إذا اجتهد الحاكم مركز سوره خلد ومعنى الاجتهاد من الحاكم وحروف الشافعي ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء في كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه فأما وشيء من ذلك موجود فلا هذا الشافعي هو اجتهاد كالله قال لواقي وحوله وإن شيء قال ارتنت كل جسد حكمته وسن كل سؤال كتاب هي السنة هي إجماع المسلمين كتابك السنة بحوجة ذا ورمب سوشي وحكوة السنة القطعية والدلالة القطعية القرآنية وكوة أو أمر مجتمع عليه عند الناس أما مسألة إجماعية زناهين
فأما وشيء من ذلك موجود فلا اجتهاد مجره هذه النصوص ماشي تارلو أما إجماع ماشي إلا فلا اجتهاد مركا مع الإجتهاد للحاكم أكو خلط دم بول كدب اللي محاو حجاء أدلو كان سيد أحاديث بو كان وحيق خزي هذا وحوري فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتابا ولا سنة رسوله ولا لقوله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول وما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم أحاديث تصويح جيزتي دلالة الكتاب يا آيات القرآن كأه إيو إجمع المسلمين إن اجتهادوا أقول ما الخاص أه المجتهد فيه محوها كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي وما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم كتاب الأم جلت كل حال لو أبغى الطمين الحكفيرية إذن محل كوينو يهي محل مجتهد فيه أظن آتهاي نين مجتهد أقل مكارا مثل هذا إذا صادرتين أيو ضدك خلد محو شافعي وقيم من الأرنى كفرت إيا أخطأت حور مقاما وي مقام أخطأت إيا مقام كفرت وحاكلوا ويدوا مقام حاوي لو قيبنا يا طب إيو أي طب الغردي من الغردي واد قفتي هذا الكيسي بايدي دير أما ما كان النص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فيها مقطوع أي دليل قطعي ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبول أستطيب مثل هذا النوع عصر قال نكي دان مايا وان كوخي لفسنا هذا الرأي هذا قبل لكن أنا وحيلتها أستطيب نكي وام حلورنا يا طويل لو ديا ودورك وادفع بيساب إيلت اجتهادات كطويل اسمه ويديو شافعي وقونا جي الرأي الصواب يحتمل الخطا والراي غيري خطا يحتمل الصواب يعني مثال اجتهادك تنصل لكم واستطيب وحرف اما ما كان من سنه من خبر الخاصه الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتاويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجه عندي فيه ان يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منقوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله ولو شك في هذا شاك لم نقل له طب مثلا ذنيات كي اجتهادات كأظن نكون خلدما أما يدى ما يعني صاحي لما قم رسيك كلا نركا طب لو رن ما هي نيكو رمح لو رن هي استطيب لأنه محل كان هاي مجتهد مجتهد فيها أنا هاي قضية دا مركي أدب الشافعي رسالة وكوفة في أي صبح هذا لح بقول عفوا أفر بقول لحنا ليكو مسألة دا مركي وين تكون برا محمد وحوي خطأ نقيض الإصابة هي خطأ خلاف الصواب رام بين صور شرحني خطأ كستنا مغفور معها مخطئ كستنا معذور معها مخطئ وحاجر أن معذور أهين خطأ وحاجر أن أهين مغفور يمعفون عنه شغل الإسلام التيمي مجموع الفتاوى مجلد الأبيض التمنات أفر بغل السقاشين اللح قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لماذا؟ وحول لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة يعني مثلا ما النبي محمد بين انتي سواء قال لي محي هذا نبي يقول بيني ما هذا النبي بيهوش علاوه ما هو محي مسألة قطعية بينيوي مسألة قطعية ضرورية ديدة ومنات كلها ومنات كلها كتابك القرآن كل روح بين عاي إذا قطعي وكل عيوي فهو لا يقبل منه الاجتهاد بالاعتذار نبا وحلو دين تنباري سهن ديميت بن سميي مجوسيا صوما ربوديا صوما يهود بن فيري نصارا في مسلمين تنروسا لتو كان يحيصوا بمغطي إنه سن محمد عليه الصلاة والسلام سن أهين النبي نين حكيم وعقل بضان او حاسائس او ضدك ما ملو او نظام في عنك تقول عبقرية لكن ما هي الرسول بايسو بعضي اجتهاد بانكو قاري والمجتهد معذور ما تقول ايدين تكفير القرضاوي كاخر يعني المقال كان كقري او شو اسكي الى لي محان لو عذر داي لظهور ادلة الرسالة وعلام النبوة ادلة كتوسيس النبي يقول الرسول يحقي هاي ايا بنان كتالا نينكي ديدنا ونس دنا سعايا قال جي سوا وين وي وحور الشيخ ولان العذر بالخطا حكم شرعي فكما ان الذنوب تنقسم الى كبائر وصغائر والواجبات تنقسم الى اركان وواجبات ليست اركانا فكذلك الخطا هذا بيت القصيد فكذلك الخطا ينقسم الى مغفور وغير مغفور
قف قد قفيس حقوق بس ولا وقيب من لو ضاف من لو ضافين تصالا غابن نبو حوري ريب بنو قريظة يوم يوم الاحزاب القرنيسان لا يصلين احد منكم الا في بني قريظة صحابه دحت كسيتو كد نمنا صلاه غابته بدن تكن ما الى اي تيق عصر كتي غاري اجتهاد بسكو خلافين لبدي كوخد مننا معانين نمن بو يربحو وجولو يا هي جدكسا كدول امير بو ديب امير كبا انتو نين كفتن بو اي وعوري حبسو اوري دبنا شدا واي شيدين عيون النبي وسمه مدين امير بو دي هبل ها انا دعنا سولما امرنا وحايدا امر دبك انا قشار قال دبك تيم بدا قيبا امر قاد دمعين قالان قيبا قباتي وي دغالمن ادو ليس رغبا لباجي قصيده النبي قال لو شيغ نبي وحور هدي دبك قيل ميسا كبخي ومجتهدين والله لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا ومجتهد ما يكونش تاني طاعه الامراء وشرعيه امير باكو امري ضف نبي وحور النار بدك قليسا كما نبحيس نمانك ربنا قريدة عصر قد دلينا النبي معنا عنين وذات با مدحك الدخرنا حقوق جنابا كرد عضي سين سمية بقول كويدة عن حقوق أقوم بطنة وعيدنا قبيسة تموين فلا تيمما تيمي قبيسة مجر بيوز كشف كو نبي حقوق مجتهدين دم حقوق قتلوه قتلهم الله هبار بقول إستاق صبانو صلى الله عليه وسلم ماشي ولي قوصن هبار مجتهد كوكفي في محل مجتهد فيه ولي نبغ ما هبار من عنان وين مقامات حقوق البحثين مقام اخطات ومقام كفرت طب ايوه لا يستطاب وين حقوق البحث هو شهاد اسك الى لي ابن الوزير اليماني الشيعي المعتدل الزيدي المعتدل في ثار الحق وحوي مجله كلبات شنبق لباتن ايشن اسون قد مثله كالله يا وانا هذا الاد قيم بدا وحوي ان الخطا لما كان منقسما أو عفوا منقسما أن الخطأ لما كان منقسما إلى مغفور قطعا إلى مغفور قطعا كالخطأ في الاجتهاديات على الصحيح وغير مغفور قطعا كالخطأ في نفي البعث أو الجنة والنار وتسمية الإمام بأسماء الله تعالى إلى غير ذلك ومختلف فيه محتمل للإلحاق بأحد القسمين نظرنا بأحد القسمين نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأويل من قبل هذا الدير وأزول له أهل التأويل كفر كفر التأويل وكفر لازم عروه حن قبائل الغطك فرن أيك الله هول هول شيء مخوس ثاني هذا وحي خوسية يدخل حقوق بسماء الله بقي بود مد أمد الله دافع قطعا يقينا يمد لسود دافعين يقينا يمد مجتهد فيه هه ما كوهران راعنا كوهران راعنا مش هكذا مرة على سوق بنكره خطأي أن لسوء دافين نينك كوجتهادنا وناركم مدن هي كونا قالوا حويري كالخطأ في نفي البعث نبر واجتهاده اجتهاده وآخر مجتهاده يصبح بحذيب لسو صار صاري ما هي أدان دي منه وإلا فود حليستان ولف يلوت كالبحان وأبر ميشي كأدي يكتو كفة بالله الزو وحدة بول لسوء عدي مجروي والجنة والنار نار يا جنة مجران بول وتسمية الإمام إمام كشي عذا ويلغم مقعاب بأسماء الله تعالى إلهي حقوق سلاسيه ما قال إلهي الله سي إلى غير ذلك هو ذي إذا خطأ وحوق بسماء من السودافين يمن السودافين مخطئين توحيه مد معذور غير معذور بيت القصيد كنوام حي ماش غايد حول الله بنا يسقعدده وين أتاي أذو الله غفير وحاتاي وحق الله إيه هي مسألة ذا هي محلك أذو وين أتاي أهل الاجتهاد مثلا أي تاي مجتهد فيه مسألة دليل نذرية اجتهاد مشتبه وقص أروري هذه قالوا ترى وحكوا اجتهاد هي اصول الدين تي ضرورياتك وعلى اجتهادك لبت كيسا قال لما قالوا بس اصل كل كيسا اذا اما ما لاحظت عصرنا في زمن هذا اقتضوا مع كل خطا في الاصول والفروع وعذر وصاحب كسنا ومعذور ومغفور قل يا امرك اسكو الدين بمن امرك برناك اسكك قد يضع اسمرك ادو 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 لو برا لو خلدمين مسألة مركب واحدة بس وحتى مسألة هرية هاي خطأ قاعدة اللي هي تمنات واسكس وقاب سنة قاعدة تضبط تمنات من اعتقاد أهل السنة والجماعة وحاكم إذا أهل السنة والجماعة أمن سين باب الإيمان ما كان مرين أهل السنة والجماعة وحيد أصل وخاصة في باب الإيمان وليس لهم أصل خاص بهم في مسألة الكفر والتكفير إن بدنا قد يضوان كهالي مركب باب الإيمان لما رأيه أصل أي أهل السنة والجماعة عليهن وطوائفته أنك قد دوينهن وإلهي كبت بادية بعد شره وأه
إيمانك هو حقيقة مركبة تركيب الشجرة. إيمانك هو حقيقة مركبة تركيب الشجرة لا تركيب العشرة. سؤال ما كلا قرني العشرة هذا هل كقادو ما جي عشرة واتجية سقال هل كلاقات سديد هل كلاقات ساسوي مصميه واتجية. أما تركيب الشجرة جيت كسوق تاجن لانجو ولوا جيت كي لان لباد جو ولوا جيت كي بدن كي جو ولوا جيت كي إلى سلك كجو ولوا جيت كي يشرديس إلى حيث كقدم بيلوسيو ولي مصميه جيدنيمو ويجوغا ووجوغا وإن قل مركا الإيمان عند أهل السنة وحقيقة مركبة ذات أجزاء تركيبة الشجرة لا تركيبة العشرة. أما نمانك لأهل البدع إيمانك أكتوضا و تركيبة عشرة وي إن هذا فاندين بيلتها. إذا ثبت بعضه ثبت كله مرجعة وعدية يلي وعيدنا وحيدة إذا ذهب بعضه ذهب كله وحكى لها يوم يقان إذا نقص أو نقص ذهب وإذا ثبت وإن قل ثبت كله وركض وإن تاب وحكى لها يوم صار منا ملا فهم كبير إله كقال سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة مثل هذا أصل يوليه ويقونئ لا مرجاة الفقهاء وافق صني وأصل خاص بهم نوال بأصل كأوها كأنا ووافق أهل السنة لنك الله ودما. أما كفره أصل خاصة ما إله محايا إلي قوليها إلو بدع عوردان أصول أهل السنة والجماعة في الكفر والتكفير ويكون فقص بدن كده كوافق صنعي. أما أدونك هو فقه يعني أما آخرية دوما هو فقه يعني مرجعة الفقه ما كانت مرة يسوه بلا إياها كهر ريو كغفي عن أصحاب الحديث كهذا الكمسألة ده إياها كغفي عن تفصيل كوضي فافاين توضي إياها كغفي عن لما لا مركة من أصول أهل السنة والجماعة وحاكم ذا التلازم بين الظاهر والإيمان في مسألتي الإيمان والكفر في مقام النفي والإثبات. في مقام النفي والإثبات يعني إيمانك ظاهر كأربطة حؤن فيها كفر باطنة إيمانك باطن كان ماشي حكسارة كفر ظاهرة إيمانك أدو قلبك هذا أوك كتر إيمان ربا قلبك هذا كتر كفر ظاهرة كارد عما هي هذا كفر ظاهر وكارد فعل يقول قال لما الله تماده إيمانك باطن كابا بروت تقو بحي هذا إيمان باطن وقلبك هذا أورك هذا إيمان فعل كتران وحكاسه إفبحها هي وناقي عمل صحي بحسب القدرة والإمكان. إذن في مقام الثبوت ساسان كودنا والنفي هذه إيمانك سكنا أعمال جوارح بها الراعيسة لأن أعمال هو فرع عن أصلها أصل كهدوها أقاقو إذا صلح صلح كله وهي هدو إيمان في عن أورك هذو كتشرو أفك يقدمه كموقنا يا إيمانك وناقي هدو كفر حون كتشر قلبك هذا أفك يقدم هذا كموقنا يا سوالين ويتقن أصل كتلازم كوحيد وحي أورك هذا جرى أفك كاحضا أورك هذا وحجره هي أفكا كاحضا هي فلطات اللسان باطوصة يوحى ما في البواطن وقاعدة فطرية وما واحد أبهان إلا شرعه كفر بابادن كجرى أفي أدن بكم وقانيا هدان مركا عبسي جرين بحسب هدين تقيات جرين وبناكو إيمانيا تقيات وحلقك احتراز يا إيمان المنافقين عفوا كفر المنافقين قلبي قد محاكب بها قال لي ما إن بغمان لغو أركمهاي وح قال لي ما ويقرنا يمحاي ودي دي تقية إي عبسي ومالك معلا تقان وإذا خلو قالوا واتقرنا إيسا بنان كي كالطورية. إذن قد يضعكو خلدمين توا مقام الإثبات ما كان إيمان كهالي مقام النفي هو معي هدي كفر في البعض ونوصلنا هذا إيمان ظاهرة إيمان ظاهرة عفوا إيمان باطن كفر باطن هدو جروح يلا يا آثار ظاهر كفرية مظاهر كفر باطن بظاهر كاوحي ناوعي سبابين إيسا إيمانك باطن كها كفر باطن ويكتر جميسة ما كلا هرانوي محايا إلي الإيمان الظاهر يستلزم الإيمان الباطن هدان مركا النفاق جرين هدان النفاق جرين والكفر الظاهر يستلزم الكفر الباطن قد يضع مركا وإن سيدا الله الله سعوده وإن لقو خلط من محانو جينا قرآن كنوة المامة أدلة القرآن لا تجد قوم يؤمن بالله ورسول والعفو يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون
من حد الله ورسوله ولو كانوا إلى آخر الآية، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. قرآن كساس أودغا هيا صادرت مدعي كرتو روحه إنه فل يوارد قال ما ألي ما دو اختيارا وقصدا حقا نؤيد هذا مسلم بان سورة قلما إن أضوه إسلام حكوة سورة قلما قل يها مرك أورانا يا مظاهرت أفعاش يا مقالضة قال لماذا ذلك السماين يا ولو عذر دار يا محير قال لماذا يا فلك كفر يا وردن قال لماذا ما راوع يسمد من يسه إيمانك قلبك تشري هرت وحي خلافين قد أصل دينات بين خلافين خصائصتي أهل السنة والجماعة في الإيمان نوي خلافين قول طوائف القبلة نوي خلاف في الكفر نوي خلافين فطر نوي خلاف عقل نوي خلافين ظاهر الكتاب إسكبر جوجه ولها وعرمنا بإجماعيات كان رمنا هذا معايا ليس أودعي كرتار معايا النبي حوري ابن آدم أصدق الأسماء همام وحارث حارث وهمام مقع وحاقول نبي أرب سنبوري أرب سن ووافق سن بن آدم كنولوشي طبيعي اسمك الله فيريو حارث وهمام حارث وكاسب شقيوي وعامل حارثكو همامنا ودورد بضاني روح وحد دونا إذن الإرادة ثم العمل هذا أنت مركات فرده وحاكو صور دعينات كعضو بالسولي قاعد قاعده كعتانك هذا يا ربتانك سولي كيه هرية إرادة هرية إرادة هرية إرادة يقصد كهرين يكدب فالباكو حقايا يتلابي أدن لقاده صادر تيت قفكو مركو فالك الله إيمان يبا ووردو يكسو بحسو حكسو هرية قال لما قلبي حكسو هرية قال لما قلبي حكسو هرية نينكو مركو أقو رعي الشيء عبد القادر ويشو أقو رعي وحكسو هرية إنو آمن سي هاي با الشيء عبد القادر إن لو أقو رعي وطر يضر وينفع إلهي نحلي ونكون كوسو قرمي أما وكارد أضيع وكوسو كده جيزرينن أولي إلهي كده فضوض هاي عقيدة فاسدة يورج يمال يملح بعكور يس قلبك أب حسي فلك يسونا وحكتر جمية وحق قلبي يس كجري أصدق الأسماء حارث وهمام واسدة ألك أنتي اللي قصوا له جيو أنتي قال كعي اللي جي ما ده رجيسة بيول ولا إيماني أنت عصو شفاء أيوة رفاضة محلوز ومري سياردي أغير أنت لقى تقالك أو بخلا لتجي أو بخلا من أبا هرب لتجي حقي لقى دعي إذن أفعاشا يا أقواش وحقه الرية اعتقاد يا وحدتك أمسين باكه الرية قضية مرك وإن قال له قاد مرك الشيخ كهل شو اسمه قضية داس وحوري لما كان إيمان القلب له موجبات أي آثار في الظاهر له موجبات في الظاهر إيمانك قلب حولي هاي أعمال كتر جنتي أقوال كتر جد كان الظاهر فعل كظاهر كوحونه دليلا على إيمان القلب ثبوتا وانتفاء ثبوتا وانتفاء عميري ذاك زنديق وحيري مقام الثبوت بس أمبي سلازميان إيمانك ظاهر كباطنك التلازم بين الظاهر والباطن وفي مقام الثبوت فقط في مقام الانتفاء ما يسمى اللازميان وكفر جديدة لأن معور ربا ينعذر إنه أقل بحيوه أوي له هذا إيمانك قلبك هذا سكن هذا روحنا أنك أنا قال لي فعل ظاهر كفر أما قول ظاهر كفر قولك كفر أما فعل كفر ما بابين أيه إيمانك باطنك مش وصل لنا دفن تل ربا مركز حمير وكوجد هذا ودينتي من الراون دي جه من الصفوان ويحوص معها يعني مبتدع متأخر ك وإنت حاذق فهو يحن إلى أجداده وآبائه وأه جفن الصوان عيدا كيس وحبو أس دبن وإن تحذلق أو تحاذق وحبو الله أبونا إياه وحبو سكستو إلا حسكوا شمعان بيتاقنان زوما ولقد معان بيتاقناني ما أقول مركز الشيخ وحبو أخري آياته لا تجد قوم يؤمن إياه ولو كانوا يؤمن بالله والنبي وحاكوه صباح ضيبا قرآنكم ميشو التلازم كشك وإنتفاق لا في مقام الثبوت قرآنكم ميشو التلازم ككعبر وإنتفاق وحوي هذا القرآن كو هذا إيمان باطن الله إليهين قال لما ما يسن لقمة أركى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي هين هنا هين ما اتخذهم أولياء في الظاهر
meeshu talaazumku sugayo meel aan ahayn buu quraanku ku tiigsadaa ah intifaaga oo inay isdiidayaan iimaanka baatinka iyo kufra dhahir oo isdiidaya oo ilaahay wuxuu leeyahay hadii iimaan baatin uu jiri lahaa lagu arkeenba kufri dhahira wa meeshu soo qiilka baraadinayo adillada quraanka iyo sunnadu waxay ku yimaadeen talaazumkay tarkiisiyan waxa weeye التلازم بين الظاهر والباطن انتفاء ان اجدمنا ازديديا مركه مشكله وي مركه وا اقون دروي مر لباد حلوش اعمال الجوارح تؤثر في القلب كما ان اعمال القلب تؤثر في الجوارح فايهما قام به كفر تعدى حكم الاخر ونص ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه في صارب حول اعمال الجوارح ذا ظاهر تؤثر في القلب قلبك يساميسا كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح تلزق باب يكوش فأيهما باطن كذلك قام به كفر تعدى حكمه أي أثره إيه إلى الآخر انتفاء وثبوتا تلازم واجرة تلازم بين الظاهر والباطن في الإيمان وتلازم بين الظاهر والباطن في الكفر كفر الظاهر وحكتوصها هي كفر باطن يونس إيمان باطن جرين ولو كانوا إلا تجدك أخري أيضا لمدك هوشا مركا أدو أقاد صادرت البشيخ والتلازم في الظاهر والباطن في الانتفاء وحنوا فاقسنبول حتى مرجئ أذى ولما كانت ولما ولهذا كانت تكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر أي في عقد الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن اتبعه ونصه في شرح عقل الإسفانية كفيرية عكوشة قهوشة زي أي قليان ورجيان جديدي اعتسام يا عميري عيدا كودي أي ورجوا مع عقيدة جهل مصفوان إسقى دامة جهل مصفوان باك إسلام سن مك باب كان لمري وأنا صوش على قضية ضايدة زرادقة عسنا محيدة هذين وحنو جيدا إنا فانتان التلازم بين الظاهر والباطن ومضطرد لا ينخرم عند أهل السنة والجماعة في أي جزئية من الدين سداسوي ومضطرد ثبوتا وانتفاعا هداد وحاد سليلا هاي وي ودا سوغيهين وي ودا سوغيهين هادي ميتكود لاركانا كيكرو ميشا كساريا اصل كسي فرعي سوى ودا سعمك لاهرا فرعي وحوتو صهيا اصل كيسي اصل وحوتو صهيا فرعي سي سداسوي زادقة العصر معيدة هذين التلازم بين الظاهر انما يكون في مقام الاثبات فقط وحر وإنه كبت بادو مذهب المرجئة في باب الإيمان وله أعمال الجوارح تستلزم إيمان الباطن والإيمان الباطن في القلب يستلزم أعمال الجوارح بحسب القدرة والمكنة لكن مقام النفي إن الله ظاهر كحطوصها يا باطن كدومين يا أمو طوصها يا مكو كفر إيمانه ما أقلب بكل هاي إذن معي نقطي جوك جوك ماشي هذا جوك الدليل القرآن كما يشهد كتب مقام حوها مقام الانتفاع صادرت جاحديو يجهم من صوم باكفي عن قوليها ما انت الشيك تسلف يدا بضن كوت باب والاسماء والاحكام مكان مرة انه الكفر والتكفير مكان مرة محكا كفي عنه وين نقل صوم مرة جاهل من صوم حوقبه انا هول ايطال ماها الدون كان ننك قال لما لقو اركو واقال بوله الدون كان ننك قال لما لقو اركو واقال جاحظ عمر بحر ساسوليه ابو عثمان نينك الاورنجري 18 زنديق سيدا سوليه ابن راوندي ابو الحسين الصالحي درار معمر النجار كل قد وح اسلام شيكتو قبا ادونك احد قال لهم مجسوا مسلم ام جرا ان كاين نيمكن كوفيد هو وين كنت بتكاتان سلفيه شيغان يا بدن كود ادونك مانت عواد ميقاتا واتا وركاين الفانتين بره اسكي الى لي قضيه يعني لو خلطمه war ilaahi baa doomaan kala xukumaanayee dhahir baa anaga naloo dirsaday ruuxi wixii ka muqasiya ummad ayaa lagu xad gudbin islaam ninka muujisto waa muslim hadana gaalima ku ogey ninka gaalimaad ku aratan waa gaal hawlku talama halkana buuxdo iyo meesha wax ugu qarsoon yahay iyo hawlaha rabbi waa kul xisaabtami yawma tubla saraa'ir baa lagu kala bixi doona ama adigu bini aadam baa tahay maxaa lagu diray wa xisaab ma allah macsuum kibaayiri nabi maxamed bay calayhi salaatu wasalaam dadka wixii qarsanayaan ama u qarsoon ama u laaban allay u taala anuu maxaa lay diray ahkamu dhawahir
عمر باكلي استاق خطيبا وهو الخليفة مثل النبي محمد وصحابي بأنصاري مهاجرين دومين أو يري وحي قواق أي نبي محمد حل قيسي من ربنا با وحي وحلو وشيك جدي أنه لو وحي يوم ما يقولي لقيت سبوري وحن كل رقم هذه شيك هاي نينك حمان إيم موجستا إنو حمان فلو يهي أمبان آميني سازانا كو حكومي هدو دون هاي لهذا ماشان با التقوى ها هنا هاي لهذا أصيق طالبه نينك وناك موجستانا وانا كان كل رقم مهدي دون تمالي ورق قلبك يا ودنها قد بحده ساسان كلا بحينا وهذا صح نبي محمد بكر دحلي صاحب ابو بكر بكر دحلي وقعت الشريعه بنادو كن باسدا قضيه دمرك ان تا اوغاتان بلا ربا ان لو كو امرك خي ان كسو زرادقد وركد وحو نوقدي ها وحكو الرساله كفر ان قلبي اهين ما تشيرو كفر أن جحود يعناد أهين أو قلب أهين وهوش فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا إذن من قرى إنك لي هذا فرعون أكتوه مسلم من قرى وحق قالوا بيا مشروا وعدين كبح يا مشروا من قوى إلا نوعها متأول متأول بوها قاعدة سدية طمنات وحان ربينا نكوب قبل أنصوق أوروريه وحال لنا هي عملكو هدو صريح كو ياي فالكو هدو كو عديا معانيهيسا فالكو هدو صريح كو ياي معانيهيسا اما ظاهر كو ياي مدلول كيسا لا اعتبار لنية الفاعل وقصده امو سنشيدين لما ربا فالكو الروح السميون باد فيرنيس ويود الروح كو هاللين باد ايغيسا معناها كفرقا اي تصيص ما كو عديا هاي ارقم كو عديا هاي فالكو ما كو عديا هاي مسا ظاهر بكيون باد ايغيسا وحال العسكن يو الظهور صراحة وشرط معها وفائدة سوكر ديوي وينو ظاهر كوية هاي هدودون هاي احتمالا معنى كانوا ضعيفة أما بعيدة شغل سيمن تيمية إيو صلاح الدين العلاي وحسكو خلافين نبا مال الحناقي مركز وحوري لعن الله من في الخليل مدينة الخليل وكتا فلسطين هذا نذكتين يودو هيساتو حق لبنان بيجرتا ايو حوري وحا كو دحجيرو ميشن وحا دغاني وحا جوغو ملعنا كو دحاض شوقلي ريخا الى دبا نفتو كير شغل سمتميا لودي قضيتي وحوري ظاهر كو وحا وي هذا الكظاهر كيسو انو اجيدو انت النول يا هذا ميش جوقت لانه وحا لا شيغا خليل انو كو خبان ابراهيم ابراهيم با لا شيغا مهنتو الخليل ابراهيم انو كو خبانان ياهي وأنبياء دورة كحباليهم بيق تاريخ الشيغيسة كتب التواريخ وإذا دا مركب حالي نكا وقال محايا لعموم لفظه لعن الله من في الخليل لفظه سوحو عام كيو تصها يا الأحياء والأموات انت مقبورين انت مدفونين انت ايو انت دول شوكتبا وحاسوك قلي نبي إبراهيم أنبياء الله لعن ذي ومن لعن النبي انه وركس وعد ذي هذه شو اسلام تيبا اللي ويدو لغو عرن وحويري لفظه عموم كيسو وكلا في رواه صح لكن مسألة أصولية جرتا او لفظه عام كا مبنان اللي وحن بارو صورة نادرة اما سكة الأوقات معناها النادر دقيقة انت بروح متكلك مدو رفو او مقصدو انت بروح روح وقصدها يا وحن معلوم كي ظاهر كا روحي لعن الله من فقل وحي اجيدي هورت انت ربتي بك وضع هدي الله سيب الله روحك اجيدي انت هذا النولي جوكت لكن ضد انت ايو امت هرية انبياء ايو غير مقصود وي من بنانو متكلم كان لفظك اللي وحن بارو معنى نادر او بعيد اوه انت بدن ان لا يقع في بال المتكلم إذن الصورة النادرة مصوغة عموم كاللفظة وبحث أصولية والراجع في الأسئلة أنه لا يدخل الراجع سيدة أسوي قد هذا نسيقى الرجع حدب ملاه هل قاسو شو خبت بادي يعني بحث كلو حول لفظك ما تصاهي إن لا عموما ولا دلالة إن هي الأحياء والأموال ما تصاهي هل قاسو شو خبت بادي على الدين وحول أسوغو وتصا وكافر نك والا تكفير يستطاب والا ضرب عنقه معايا لي لعموم اللفظ سوره النادر كاكو حمبار كذا وبحث فقه ازو بذكر مري وهذا من لودي محمد وحان وجد فانتان كليه ومشى الليل هذا يكفر وغيري يخالفني يكفر وغيري
يخالفني فالكاسب وقالوا بيا محايا لساي ساس ونغون كرا سر ونغون أنا وحن دارين وسداي هاي وارد بروح كوه اللي احتمال شلاب معنا أذو حكوم مغضي إنه ظاهر كوي هاي معنيه كفر جاه وظاهر كوي هاي والقلاط أنا وانكو خلافي إما تفيرين كرت وحالي هنا يكفر فلان وفلان وقالوا وغيري يخالفني في النظر مسوى مسألة اجتهادية ومجتهد فيه ومحله بحث هذا حاس خلافي متميئي وأقران وإسكو قرنة وإسكو عصر إنك استمتميئوي يعني. إذن العمل الكفري قولا وفعلا إذا كان صريحا أو ظاهرا في معناه فلا اعتبار لقصد الفاعل ونيته. مسألة الهازل الباقوس عضيسي إنما كنا نخوض ونلعب وركينا هذا كنا مكوع عدا أما ما أبضنا إنا كتش جيسنا كعياريسين مسلمين تي أوليد إله إيه النبي محمد أهل كيسي ها كان كو أن أن إيو إلى كو إلى كو صعون ميس ما يفهم أنت وركاس بعد ال بعد ال بعد ال بعد الانتهاء من الدرس بنقول يا وركاس وش حصل لا تكون مشاغبا محايا لي لأن القصد إلى العمل يتضمن القصد إلى معناه ومدلوب عليه ذا لفظك يواد وقصد وحيح مبارنا يسا هي إن معنيه سي وادي سي أدو قصد دي وستيك لن عميسان تاي وترطل الأحكام على الأسباب للشارع لا للمكلف فمن أتى بالسبب مختارا لزمه المسبب شاء أم أبا قد يضع كبرا لغا مرك الله فيرين نذر روح قصد كيسا محات كود الأوران أيو ومرك فالكيس والله معنى اسميه اما اوك عدي وادبا معنى بدا احتماشه اذا عند معاني ذا سو سمن معاني ذا سمن بلا متساويه متساويه لكن هضي معنى دان وبدان ياه ظاهر بالا هذا ظاهر بالا مركا ايدا ان فان تنبه الى تاي مركا ايدا وحال استفسار باس ما حكو وحن باري وحن محاد اسميسي محاد كودي وماشي إذا فقاد ننبي هبلاي أنت إنسان صبحا بس بعد إقطع يبور ما أنت لقب اللعبة بس بعد إقطع بس بعد إقطع بحوك وذا فريتان بوك وذي كرا أوان كفري بوك وذي كرا بس بعد إقطع قوان بانقارو بريوح لقب اللعبة وراغد إقصب بوك وذي كرا بس بعد إقطع يديب دم إنا كلام مروا كاسر ميل بعد يقوب بقات إنسان تاي قاب كان كوارق ملانا وقرشو عصب إنو كوضو ردعي كرتا انت سو معنى سو بس بغيتي نغون كرتا صدرت عيد وعلى ويدين كنايه ليله هذاي كنايه الطلاق بالليله وعلى ويد ما حد كودي ما حد كودي فورتان ما كود وفرنتي سدا كلام كودي اذا هو محتمل احتمال متساوي الحقيب باهلك كم بدا كنايه الطلاق بالليله هذا مركه ضو سرباب ياهي اما سرباب يهان معاني باحتمال سيسمن وعلى ويدين يا والله باريا متكلم كبالي محد كودي إفسار بالله بانيا قرائن بالله بانيا مقام كلا قيمينيا قرائن توحي تصب مجموعة بالله حكومية قد يضاينا أنا فانتين بلطة قاعدة سالية تمنات كفر حكوس غنادا كفر حكوس غنادا بوسائل إثبات بني آدم مكانت واحد حكوس قطام قال ما حكوس غناتا ما هو حكوس غنا إنه وطن حكم كلا إسكوها إنه أما فرتان لقاه الله أما النكاح لقاه الله هيو أما قضاء يدع دعوة كلا إسكوها هيو وصل الإثبات مخاتي اعتراف استفادة هولها قرائن مقام والأروريو كل ما يبين الحق أي بين الله إلى هذا الكفر يثبت بوسائل الإثبات إثبات التي يقضي بها القضاة وقد تكون دلالتها ظنية مثل الشهادة والإقرار وقد تكون قطعية ونادر وحال قصه يد كفره اللجوء جانا يا طريق اللجوء هبل إنه قالوا بي أما الدين كتبه وإنه قطعي هاي ومثل أهل البدع ولي بوالوتي ذي وحقب ولي ما أرقانه حتى معزل وحقب ما أرق لك والله الشيء قاه ما لا تقول أركيسة أبدا وسائل الإثبات أنت من حيث فائدة ظني وهي ظن بفائدة قطع ما فائدة هبل بان اسلام تبع اسلام قروح صنن قبيب الله سو هشين كرتان قادم ماشي فري مضحكو سن عليه بلاق هبل وفري ناظونا قادو دعوه يا قوم مراتيا حسان يا عبد الرحمن اسلام ترى صنا قاضي حري مخا مراتيا انا مراتيا مخا اذا قاضي مخو عسكد مخاتي اذا يقول مخاتب بين عسكد سياسون مليه سحو عسكد لمن عدوله او جيسواوين وركض بقبطي
islaantana furitaankeedu waa asaxay cidaha tirsatay ninkeed doontaa gursad warkaasuu xukumaya idan shahaadadu fi asliha ma faa'iideysa waxaan dhanni aan ka ahayn iqraarku ruuxu qarnayay islaantida waan furay waan guursaday hebel waxbaan siiyey xaqa uu ugu leeyahay ictiraafkaasi markuu u badan muxuu faa'iideeya dhanni bu faa'iideeya waxaa dhici karta inaad inaad soo kabatayba ood iska hadlaysaba in saacada ka hor ay kaa tagtay baashuba inaad ibdaraba ka wado إذن اعترافكم اللي هو سيد الأحكام اللي هذا سيد سيد البينات بالربا سيد البينات اللي اعترافك يقرر كاسقها بظن فائدية إن وسائلكم قطعية النقدان ونادر ظن قاصر العسكرية نكا إنه قالها وادع كرتا إنه مسلم وادع لكن وحده سمي أنه قال لهم النطوس هيا إنه قال ين آمن سنة ساسا قرر رقم من آخر الله يطلع قاعدة الله باترى المكفر يا لقاليسية دينك يا لغا سارا مركو غالنما كو دحو كل عاقل مختار باليدا كل عاقل مختار كل عاقل مختار هضرت اجمعنا سوق وسحل كل عاقل مختار بالغ بالغ بكو دريسا عقل وانغ سو مرو هدي مناد وتكليف بو اها روحا عقل لهينا مكلف ماها حل مسارو اي حكم وحان كاهين با قرامات كي دندوي مختار وينو يوحي ويروح الدورتون لغو قسبن صدح وينو بالغيها عند الشافعية ومن وافقهم والبلوغ وشرط عند الشافعية ومن وافقهم لكن جمهور السلف والخلف وحيقبان بلوغ وشرط ماءها ويلك يركي اللي بيتبنجرك أما تبنجرك فاهمك صلاة يقان إنو أذاما مربرنا إن تجينا يوسم بيدو لن داءهان يوسكوقا انقاري هدو قال لما كدع وقال بيري لأنه واسب مميز وحبضان بقرن وبينو ألام هاي وبينو تجين هيا با سوق ألاب لو قدر سن وحبو سوق قد فاسح بيعتو واشتريتو العقب الطور هيا دكامو قضاء وحافظ لكتاب الله طبن جروي سقال جروي وحاليه كتاب توحيد الحفزية لقيا وورنتا صحيح إذا نينك النوع عاسة وحالو ردق ما عند جمهور السلف والخلف إيه؟ كالبلغاء كالبالغين بل ورق مايا وقول جمهور العلماء أما الشافعي هو شرط بلو وين بالغية ولا تأديب ولا سير صلاة ولا غو قراعي ولا إدمن موين لما قال يسين كريدا يو إذن المكفر وكل كل عاقل بالغ مختار إجماعا هذا فينا إجماع سو قرص لكن رأي جمهور العلماء وقام حي لبلا شرط بس يا هروي عاقل مختار شافعي وحيد هذين يروح انتو كقان قاري عقلي يسولي مرة ما يسترو عقلي يسولي مرة ما يسترو ويقول لماذا مركة كالمكره والمجنون هلو يرترتيبيو وحال ليدي هديك قال لماذا المه آبيه يذب أكون راعه يمركو يرا أسوه وين ورتبنجر أما لو يتبضم موجو استمحاد مدابة لي الإسلام والكر هو حكم عقلي لا حكم سمعي تعذيبك هولك لي مسائل دقيقة سمع النقضة صدرت علمه يركع والدك وحكرة عن مجره أن إسلامي كفر كاهين كفر صدات بيع علمها ودعي أم وكل هالنقضة فرتان قور نكاح وحبحين صدا وحول بو أحكامه والدك علمه كمان راعي وكل وقت نغان كرتا نائب وقت نغان كرتا وعقد وذوره ذكرتها نيابة عنه قبلت له وذوره ذكرتها لكن أضعه فاسق ده المهضو فاسق نقول ماي هذا المبتدع ده المهضو مبتدع نقول نقول ماي هذا بخيل لقوح حكومة لديه عروتنا وبخلوي لديه ماي هذا جيسنوا لقوح حكومة يديق سنوا عروت هذا لو حكومة ماي زاني باتي لو ريقة هايون فريزانة إني عروت لديه ماي أيوانا وي عنده رؤة لعور ماي رقم أدفانتي وح وراقة أما حمانة وعروته أي كرة عن والده وحكجرة الإسلام والكفر لقو حكومية طبعا إسلام كي إما يكفر الشرع ماشي كي سوي جدا وحكم وابدو قولي أطمن لما إلحاقن كرا أحكام تنكرا شغل كمالا صدرت علمه ساعها السوق مميز هذا ألابت كفر وكرة معها إليه علماء وجمهور علماء كافر بيتاقين لأنه هو حكم عقلي إما حكم سمعي قاعدة لباتان يكوبات
المكفر انت ما كنت ساقه ويرت هاي المكفر ان كدايو ان كدار انتاس المكفر يا واحد تكفيرين كره يا واحد قاليزين كره مساله علماء وتالا علماء هلا قال لهدو وركا ان واحد لا يراد وي واحد يرون بدني هل دقه ان كبدني صح وي علماء وتالا لكن علماء ودرجات الرتب وي علماء درجات وي علمي لو ما سنو نين ولا وحو يقانو ايو علماء كوياي انتو غرانيو ولا تقف ما ليس لك به علم وان تقول على الله ما لا تعلمون المكفر احد كحق له انه وح جالسي وحوي احد والبو غرانيا احد كان وحو كغالسيني كل من له علم بما يكفر به المرأة انت اصل الربا هذا دون الجاهل اتكن قلت مسائل ككلي لكن وحد اقتها الهي غيرك يقول له سجدني قال لمتى سلام لعابدين قال لمتى إلهي غيرك والله تقول الله بريو فيما لا يقدر عليه إلا الله إنه قال لمتى صلاة الله قطق إنه قال لمتى أتقانا تارك السلاة بكيون مسلمة تتبال لي قورة عدن حال ماها عنم ما هي قال ليحو هذا قبل ذبيحة المرتد المنتصم إنه باطلتها أتقبتوه إلا بحث خلافة ماشا كجر الفقه أي ما خصيص إذن المكفر هول أقونئة دكاترة دكتور أطوري يبدين دكتور مجد أطور يبدين برياهني بال أطور لا يجرو أطور متقنن أطور وسجارة ذا هاي سجارة ذا أذوق يدوي سجارة ذا أذوق يدا أطور لا يدا ذا إذا دكتور يا أطور بريان ويسوي كذا يعني بدن كود إلا من رحم ربه عقلي وحوح تكفيرنا إن برف الصورة برف دكتور ما بيجا قناني لو ما بابك لو ما وديكم به جمعها لو ما ديكو كتبت لو ما أخريو فقه أصل كان ما يسنا آخر سنين كتاب الردة حدود المغازي وسير ما بيا قانان با مقرب لقول له جوي قور ما يبحثنا يا هذو بمبر خصوصا فرسوا كله هذولي وإن وإلا كلا لا بد من التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل وحسن وفعل كفر لكن لم يقع الكفر عليه والكفر مرتاح سود له يوها مسافر أبو صميم بوها قو قاعد يحكس أرضيها كفر ومسوح أبو صميم يسوي ما هذا سمي مسوى معوك معوري ابن قيس كجلمود الصخر حطه سيله من علي مية ما أبدا أنا سمي في الأضواء الثمين يسوي المكفر وكل من له علم يكفر به ومنه العامي في جحد المعلومات بالضرورة من الدين عامض مسلمين تاكو قاليسين مركز كل عضو حي يقانا نبا وحرس هذا واجب ما صومالي عامل قاليسين هب المسلم يقول معي صلاة بودي ذو إن كرينا واجبته هوستو كحرقية نفس الشيء نفس الشيء علوم وحي كلام مكين مريان باب الحسب مريان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحيد هذين مسائل كدقيقة خفيات كا باطل كذا إيوه حق إذا وحق قرر علوم ذو خصائص العلماوي لكن المنكرات الظاهرة وحا أمضى فري أما كريبي وحي وناكسن ظاهر كفرية وحي حماية ظاهر كريبية عامل المسلمين لأنهم علماء في هذا الباب إلى دين المعلوم من الدين بالضرورة نو بعد بهذا اللفظ بكعد وعلماء في شرح مسلم قاضي عياض نفس القضية الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه كتاب شرح الشبهات شرح كشف الشبهات وحكو عدي أنا عامل المسلمين قاليسين كران قال لماذا ظاهر كأه كالمشركين والوثنيين والقبور ونحوهم ونفس القضية مسألة ومسألة علوحة أقوني علوحة أقوني أبحاث دقيقة لكن مدى نوام حيوة تيديه كريم وعاش قراطي إنك سوى عاش قراطي إري لبدا نقوي يدنا ملك الله قفير إنكرو أغوش وحاوي المكفر يا المكفر بانداع دي درس ممانت انتا سوكيك يوان ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فدي جاي حقا وبرك الله إن شاء الله.